في قناه نور الشام ومستمعي بثها الإذاعي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الثقافي الاسبوعي كتاب تحت الاضواء ايها الاحبه المشاهدون والمستمعون انزل الله عز وجل قرانه الكريم هديا للناس ودليلا اليه وانزل معه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الكرام رديفا لهذا الكتاب يفصل ما اجمل ويكمل الهدايه فقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المهتدين المتفكرين السائرين على دربه المستقيم لنصل اليه في الدنيا وفي الاخره وان يكتبنا واياكم من السعداء. ايها الاحبه المشاهدون. اعداء الدين عبر التاريخ الذين نصبوا انفسهم لمحاوله اطفاء نور الايمان، حاولوا جاهدين ابطال مفاعيل القران الكريم بعد ان عجزوا عن اثبات بطلان صدوره عن الذات الالهيه المقدسه ولكنهم عجزوا ايضا امام وهج هذا النور وامام الحقائق العلميه والايمانيه الثابته بحججها وبراهينها ثم توجهوا الى امر اخر وهو محاوله ابطال الحديث الشريف سندا او متنا وايضا هذه المواجهه مع الاحاديث قطعيه الصدور للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الكرام وبوجود المنافحين عن الدين قديما وحديثا ظلت صخره ثابته تتحطم عليها اباطيل المغرضين ولكن هذه الموجه ما تفتا بين الحين والاخر تثور مره اخرى تحاول التشكيك بالاسانيد بالكتب التي جمعت هذا التراث النبوي الشريف الذي هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما يقوله نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الكرام ما هو الا وحي الله الذي الهمه الى نبيه ايضا ايضا هؤلاء المشككون يحاولون اقتناص الفرص والاحداث التي يحاولون التلطي بها لإعادة محاولة الطعن بهذا الحديث الشريف أو بالكتب التي تولت روايته إلى المتماري في صحيح البخاري ردود على أباطيل وشبهات حول صحيح الإمام البخاري كتاب كان لمجمع فضيلة الشيخ أحمد كفتار رحمه الله الفضل في إخراج هذا الكتاب الجديد الذي يحاول ان يرد على المسائل كما قلنا القديمه الجديده. اليوم نستضيف فضيله الشيخ محمد شريف الصواف المشرف العام على مجمع الشيخ احمد كفتار رحمه الله لنناقش هذا الكتاب الذي نحب ان نضعه تحت الاضواء بمعيتكم. اهلا وسهلا بكم دكتور وعذرا ان اطلت في المقدمه كعادتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الرحمن وبالأخوة الكرام والأخوات المشاهدين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في مجلسنا هذا من المقبولين ومن المنافحين عن الحق من الدعاة إلى الخير أهل. وشكرا لك على هذه المقدمة التي هي كعادتها نافعة وإن كنت قد اختصرت فيها على غير عادتك بارك الله بك سيدي الله يحفظكم أستاذنا العزيز آه كما قلنا هذه الشبهات تعاد ولكن ربما تتغير الاساليب، ربما يتغير اللبوس الذي يراد تلبيسه على الناس، حتى حتى الشبهات حول القران الكريم اعداء الايمان يعني يحاولون ان يثيروها بين الفينه والاخرى، لكن تبدياتها في مساله الحديث الشريف اكثر تحت مزاعم عديده، تحت مزاعم ان القران الكريم وحده يكفي، ولماذا الحديث الشريف؟ ومره يسمون انفسهم القرانيين، مره يسمون انفسهم لا ادري. بدايه اهميه التصدي لهذا الامر ينبع من اهميه الحديث الشريف نفسه، فما قولكم؟ طبعا انت قلت في معرض كلامك كلمه ربما ما قصدت هذا المعنى وهو عندما قلت لا ادري وتعلم ان هناك من الفلاسفه وهناك ممن عاش حالات الشك المفرط في كل شيء ووصل الى ان يكون من مذهب فلسفي اسمه اللا ادريون ونحن حقيقه ان يراد بنا اليوم ان نقاد الى هذا المعنى إلى معنى التشكيك في كل شيء اليوم يشكك في العروبة يشكك في المشروع العربي اليوم لتحرير فلسطين يشكك اليوم في الدين يشكك في ثوابت هذا الدين في جزئيات الدين لنصل بالإنسان العربي المسلم إلى هذه الصورة من الشك في كل شيء فيصبح هذا الإنسان العربي المسلم لا أدري ما بعيد يعني يا ترى هل يجب أن نستخلص بيت المقدس من يد الصهاينه لا ادري طيب ماذا تقول في مشروعيه كذا مما ذكر في القران الكريم لا ادري طيب شو صفي معناتها اذا نحن الان في هذه الحاله جاهزون لنقاد بيد اعدائنا جاهزون لنقاد بافكار اعدائنا ما ذكرته صحيحا بالمطلق صحيح بالمطلق صحيح ان اعداء الامه توجهوا الى القران الكريم منذ اللحظه الاولى من نزول الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام تشكيكا وتكذيبا ولكن الله تعالى تحداهم بالمراحل المعروفه ثم وجدوا انفسهم امام عجز كامل. هل انتهت القضيه؟ لم تنتهي لان اولادهم واحفادهم الفكريين ما زالوا في كل عصر يقدمون نفس الشكوك الشكوك نفسها ولكن بلبوس جديد بثوب جديد بلغة العصر بلغة العصر بوسائل العصر اليوم الإنترنت والفيسبوك وسائل التواصل المختلفة ليقدموا الشبهات السابقة نفسها والشيطان ما مات سيدي ما <applause> <هو الجكة تصفيق> الذي يوحي <applause> إلى أوليائه صحيح. أيه؟ ونحن نعلم أن الله عز وجل علمنا أن هناك شياطين من الإنس <applause> يعني لا نلقي الحقيقة كل شيء على الشيطان الذي هو ذلك المخلوق الذي من اسمه نفهم انه ابتعد وشطن عن امر الله وعن صراط الله المستقيم، وانما حقيقه قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس ثم يقول الله عز وجل الذي من الجنه والناس. من الجنه والناس، اذا هناك شيطان من الجن وهناك شيطان من الناس وشياطين الناس ربما يكون على صوره اكثر تأثيرا وخاصة عندما يأتي هذا الشيطان وهو للأسف يرتدي زي علماء المسلمين ويضع على نفسه على رأسه العمامة ويظهر بصورة توحي لك بأنه جاء ليدافع عن الدين وجاء لينقذ الدين وجاء لينقي الدين وكأن الأمة كانت خلال 1400 عام تنتظر وجود هذا المصلح وهذا المجدد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لكن كانني ارى ان هذه الهجمات على القران الكريم كانها استسلمت وتوقفت واصبح الهجوم على القران الكريم يعني شيئا مرفوضا حتى في كتابات الغربيين والمستشرقين لانهم اقتنعوا اخيرا بقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني انا اريد ان الفت سيدي الى امر هنا. آه ما تفضلت به دقيق في قضية آه خفوت هذه الهجمة على القرآن الكريم من حيث الظاهر وعلى المست... على مستوى الطرح الجدي العام صحيح لكن لا تزال, لا تزال بعض وسائل التواصل الاجتماعي تستقطب ضعاف الثقافة من الشباب وأنا أعني هنا كلمة الثقافة بمعنى المثقف المهذب يعني ليس العالم وانما على الاقل الذي يملك محو اميه فيما يعتقد به وفيما يدين امام الله به وفيما يتعبد به يعني على الاقل ان يكون مهذبا في هذا في هذا الموضوع، من لا يملك هذا التهذيب وهذه الثقافه يتم اصطياده الى هذه الوسائل ويعني عندما اخبرنا بعض ابنائنا وطلبتنا ببعض هذه الوسائل ودخلنا اليها تم رفض الحوار معنا وقال لي ذلك الطالب نفسه انهم اتفقوا فيما بينهم الا يردوا عليك حتى تمل وتخرج وتعتون وتريحون لانهم لا يريدون الدخول بنقاش مع من يملك الحجه الحجه لانه من يملك الحجه يعني هذا يفسد عليهم التفرد بهؤلاء المساكين. والله هو صدقت يعني هذا كلام الذي تقوله دقيق لكن مره اخرى نحن متفقون على هذا الذي نقوله صوت الحديث عن الهجوم على القران الكريم او كذا صوت خافت جدا. وفي الزوايا المعتمه لاسباب كثيره اولها أن الهجوم اليوم للأسف وأرجو أن يعني ننتبه إلى هذا الموضوع الدقيق للأسف اليوم وسائل أو أعداء, أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية لأن الإسلام هو الخير للإنسانية فمن لا يريد أن يصل الإسلام إلى الناس ولا يريد الخير للإنسانية أعداء الإنسانية اليوم أدركوا أن المسلمين لا يمكن أبدا أن يؤتوا من خارجهم ولذلك بدأ الهجوم على ثوابت الاسلام من الداخل. تعلم ان هناك سابقا مبشرين وهناك مستشرقين وهناك مجموعه ممن ينتمون الى مراكز حاقده قدموا مجموعه دراسات لنقض القران الكريم، لنقض السنه، ولكن انبرى علماء المسلمين للدفاع عنها، عن ثوابت الاسلام. اليوم هذه الدراسات تقدم بأسماء إسلامية يقدمها محمد وأحمد وعلي وعمر ويذكرونها ويذكرون نفس تماما لأنهم متفقين على أنهم يكررون نفس الشبهات نفس الشبهات التي قدمها المستشرقون سابقا في نقض ومحاولة تقديم شبهات حول ثوابت الإسلام يقدمها اليوم أبناء المسلمين ولكن بأسماء جديدة طيب لا يمكن لهذا المسلم أو من يدعي آه الإسلام أن يقدم نقدا للقرآن الكريم ما ممكن ولذلك الصوت هون جدا يعني أيضا لفتة أخرى أريد أن أذكرها أي. أمام حضرتك أن مثل هؤلاء اليوم مما يتواصون به أن لا ينقض القرآن الكريم نقضا مباشرا في العلن لأن ذلك كما يقولون صراحة فيما بينهم أي سيقوي حجة القرآن الكريم وسيوصله إلى من يريدون الاستفراد به يا سلام. يا سلام. فلذلك بيقول يقولون الآن لا تقتربوا من هذا الوهج بالعكس صحيح. يعني الهجوم ستكون نتيجته عكسية تماما لصالح يعني أكل الحال إحنا بنقول يعني الله سبحانه وتعالى يهدي قلوبهم للحق ولنور الحق لكن الحقيقة مسكين اللي بضل بده ينطح راسه بالجبال يعني ظل عم ينطح راسه بالجبل ينطح راسه مسكين يعني ما بتحسن تقول الا انه مسكين ولذلك اذا الهجمه الشرسه الان على الحديث الشريف على السنه النبويه وعلى الحديث الشريف وهي الحقيقه ميدان واسع من تلقط الشبهات ومن تلقط بعض السقطات والاخطاء البشريه لتعميمها وتبخيمها وتكبيرها والمطالبه بالغاء السنه واسقاط السنه طبعا هنا نحن يجب ان نقف امام مفصل مهم جدا، نحن لا نقول ابدا بان حفظ الله تعالى للقران الكريم كان على نفس الصوره من حفظ الله تعالى للسنه النبويه، هذا يجب ان نفهمه تماما، القران الكريم معصوم محفوظ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، محفوظ بأحرفه بكلماته بتلاوته بشكل دقيق عجيب بلغ مدى التواتر بمعنى أنه لا نشك ولا بمقدار واحد من مليار بصحة هذا الكلام نقلا ومعنى وإن أردنا أن نتحدث عن حفظ لسنة الشريفة فنحن نتحدث عن حفظ بالمعنى العام بمعنى بقاء نور هذه السنة الشريفة هاديا مفصلا او نتحدث. خلينا يعني نقرب هذا المعنى الذي تفضلت به اللي هو صحيح ان نقول بان اولا من حفظ الله تعالى للقران ان تحفظ السنه جميل لا يمكن فهم القران الكريم بدون السنه وانت تعلم ذلك الحدث التاريخي العجيب الذي كان مع اجداد واباء من ينكرون السنه اليوم الذين جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز وإلى غيره أيضا في صور أخرى وهم ينكرون السنة وكان أيضا هناك مناقشة بينهم وبين عبد الله بن عباس سابقا في هذه القضية أنهم إذا أنكروا السنة طيب وقالوا نحن علينا بالقرآن والقرآن والقرآن ويمجدون القرآن فيقول لهم طيب أرأيتم إن وكلتم إلى كتاب الله ما في أحسن من كتاب الله أي كتاب الله فأين تجدون في كتاب الله أن الظهر أربعة وأن العصر أربعة، وأن المغرب ثلاثة، وين بتطلعوها؟ مو بدك بس كتاب الله، منين بدك تجيبها؟ وأين تجدون أنصبة الزكاة؟ الزكاة الله فرضها، بالقرآن الله سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة. طيب شلون بدي أصلي؟ أقيموا الصلاة، شو منين بدي أعرف إنه في سجود وفي ركوع وفي سجدتين وفي ركعة واحدة، وفي شلون بدي أعرف؟ هذا إذا لا يمكن أبداً أن يحفظ القرآن وتترك السنة من دون حفظ، لا يمكن، هذا يعني أن القرآن لم يحفظ. أنا حفظت لك كتابا باللغه السنسكريتيه حفظته فوصلك بس ما عم تفهموا شو استفدنا منه طيب في القران ما فيه من المجمل من المتشابه من المشترك في الالفاظ التي تحتاج الى بيان في السنه النبويه فاذا حتى من الناس يقول منسوخ طيب فهذا اذا كله مرتبط بالسنه فلذلك حفظ السنه واجب طيب هل ستحفظ السنه كحفظ القران لا وانما سنجد اننا على الحقيقه سنكون امام بحر من الاحاديث منها الموضوع المكذوب ومنها الضعيف ومنها الحسن واقلها الصحيح اقلها الصحيح وسنجد ان هناك جهد استثنائي بذله الصحابي رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من العلماء الى عصرنا لحفظ السنه وتنقيتها هؤلاء ياتون الان الى ما يقال اخي انظر الى الاحاديث الموضوعه. انظر الى الاسرائيليات. كيف نقبل السنه؟ نقول له كلمه بسيطه جدا نقول له كلامك حجه عليك. انت مو عم تقول احاديث موضوعه؟ اذا الموضوع مميز. فمن الذي ميزه؟ اذا في جهد بذل اغير حتى... تلك الجهود الهائله؟ ايوه عرفنا انه صار في عندنا كتاب اسمه الموضوعات لابن الجوزي مثلا او غيره. خلاص هذا موضوع فهمنا انه موضوع انتهت القضيه ليش عم مشكله كبيره وضعوا فيه احاديث بعينها ووضعوا قواعد صحيح لا يصح حديث في كذا صحيح قاعده صحيح صحيح تمام طيب, طيب حتى الضعيف يعني ليس موضوعا ولكنه ضعيف يعني الذي رواه ليس كاذبا وليس متهما ولكنه قليل الضبط علة في قليل الحفظ او ربما هناك شك بانه هل لقي فلان او لم يلقى فلان او هناك انقطاع في السند لكن ما فيه كذاب ما فيه مشكلة واضحة نقول أنه موضوع أو مكذوب فاتفق أهل العلم أنه يؤخذ به في فضائل الأعمال أو أن هناك ما ربما ما يؤيده من أحاديث صحيحة أخرى فهو يقوي هذه الأحاديث الصحيحة تقوي هذا المعنى الموجود شاهد هناك جهد كبير استثنائي عجيب هو الحقيقة أعجوبة أعجوبة من الأعاجيب يعني نحن لما نقول يقولون أن اللغة العربية وعلوم اللغة العربية وعلوم المسلمين انفردت انفردت بالإعراب بالإعراب والإسناد الإعراب والإسناد الإعراب لمن يعرفه معجزي مو الإعراب أن أقول أن هذا فاعل وهذا مفعول به وإنما يعني أن أعرب الكلمة افهم هالكلمه شلون نزلت بمحلها وين اجى الفعل بعد قديش اجى الفاعل بعد قديش اجى الخبر يعني فقه اللغه فقه اللغه الذي الف فيه العلماء ومنهم ابن جني في كتابه الخصائص كتابا هو اعجوبه انسانيه اعجوبه انسانيه انا اذكر ان استاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله تحدث مره انه كان في مؤتمر للسانيات مؤتمر عالمي فكان لديه مداخلة أو كلمة بحث مقدم حول مبحث ما في الخصائص فلما انتهى منه قام أحد الغربيين الدكاترة وقال له أنتم مجرمون أنتم مجرمون أنتم مجرمون قال له شو مجرمون قال كيف هذا الإعجاز هذا الأمر العجيب كيف لا يعلم كيف لا تعلم الإنسانية هذا الكلام كيف الإنسانية لا تعلمه ما بتعرفوا فإذا آه هذا الإعراب طيب والإسناد ما معنى الإسناد لا يوجد في الدنيا كل الدنيا اليوم من يقول أنا أنقل كذا من كلام شكسبير شكسبير وهذا شكسبير ما صلوا 300 سنة بسند متصل ما صلوا 300 سنة عن فلان عن فلان عن فلان عن شكسبير لا يوجد على وجه الدنيا اليوم من يقول أنا أنقل كلام فلان اللي ما صلوا عن فلان عن فلان طيب نحن نتحدث اليوم عن شيء من 1400 سنه ونقول انا انقل لك هذا الكلام وربما احيانا بوصف المتكلم كيف كان يتكلم وهو يضحك، يتكلم وهو يبكي، يتكلم وهو متكئ، يتكلم وهو غاضب، يتكلم وهو ياكل كذا، يتكلم وهو يشرب كذا وارويه لك باسناد وياتيك انا انا الان احدثك هذا في دمشق ثم تسافر وتهاجر إلى مصر فتسمع نفس الرواية عن رجال آخرين إلى نفس الرجل. تسافر إلى اليمن فتسمع نفس الرواية عن رجال مختلفين عن نفس الرجل. شو هالاعجاز هذا العجيب؟ هذا ليس هناك ما يشبهه أبداً في تاريخ الإنسانية. يعني إذا كل كتبنا صحيح. كل علومنا كان فيها صحيح. صحيح. أسانيد. صحيح. يعني لانهم يحرسون ويعتبرون ذلك فرقا ما بين صحيح. الصدق والكذب يعني لانهم يقولون قال فلما انتشر الكذب على رسول الله صار العلماء يقولون للمتحدث سمي لنا رجالك اللي شوف هذا الكلام منين جايبه والله جايبه عن فلان عن فلان عن فلان فلان ما اجتمع بفلان معروف صار في شيء عندنا اسمه تاريخ الرجال تاريخ الرجال اول من الف فيه الامام البخاري الامام البخاري الف كتابين الاول اسمه كتاب التاريخ الكبير ثمانيه مجلدات ثمان مجلدات التاريخ الكبير التاريخ الكبير كم عدد التراجم الموجوده في التاريخ الكبير 3452 رجلا ممن روى طبعا الامام البخاري مثل ما قلنا اول من الف والامام البخاري من القرن من يعني من منتصف القرن الثالث الهجري فإذا هو أمام هذا الكم الكبير من الرجال، كل واحد تورط مرة بحياته روى حديث مباشرة بيقول تعال تعال تعال, تعال 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 شو عم تروي حديث؟ تعال شوف احكي لنا مين أنت؟ شو اسمك؟ الإمام بخاري كان يقول أنا لا أروي ما كنت أروي عن رجل حتى أسأله عن اسمه واسمه أبي وأسأله عن قبيلته ومتى ولد وعمن روى بعدين بروي عنه بيقول لي والله انا ولدت سنه كذا هجري، عن مين عم تروي عن فلان، اي فلان مات قبل ما تولد انت او كنت صغير ما ممكن الروايه، شلون عم ترويه؟ شيء عجيب جدا ألف الكتاب التاريخ الكبير الآن نحن دكتور على بالمناسبة على أبواب افتتاح برنامج جديد بعنوان رواة ورواية يا سلام اه الدكتور بديع السيد اللحام متاز. أستاذ يعني أستاذ الدكتور بديع هو إمام من الأئمة اليوم وهو ممن أخذ هذا العلم عن شيخي محدثي الشام استاذنا الدكتور نور الدين عتر اطال الله بعمره مبارك هذا هذا التاريخ الكبير فإذن وقبله التاريخ الصغير فاذا يعني وجود اليوم برنامج كهذا اقول ليتحدث عن هؤلاء الرواة وعن حياتهم وطريقة روايتهم وربما العلم الذي اختصوا به داخل يعني ضمن رواياتهم ربما هو من الأهمية بمكان ويعني يتصل بـ بـ بكلامنا وبأهميته عظيم ولذلك الآن كل راوي يذكر في هذا الكتاب كل واحد يذكر في تراجم العلماء والمحدثين للرجال سيذكرون لك أي واحد منهم إن والله مين هذا يحيى ابن موسى قال كنيته أبو عامر روى عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي يعقوب شو هي الرواية رواها طب إذا واحد روى أكثر من واحد يذكر لك فلان فلان عن فلان مين روى عنه فلان 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 عظيم أنت معناته هلأ صار عندك قدرة على أنك ساوي شبكة فلان عمن روى ومن روى عنه فإذا جاءك بعد ذلك كذاب وأراد أن يضع إسنادا ويقول أنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان, عن فلان. بيقولوا فلان ما روى عن فلان فلان, ملتقى فلان, ملتقى كذا، فلان, 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 فلان ما التقى بفلان وفلان ما كذا وفلان 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 كلها هي موضوع والجميل اليوم روح. سيدنا العزيز أن هذه العلوم دخلت الإنترنت يعني فأصبحت اليوم ربما بكبسة زر بضغطة زر تستطيع هذا أن تعرف موجود لكن والله يا أخي والله كان, كان عقلهم والله كان عقلهم أبط من الإنترنت صحيح والله كانوا يستطيعون هيك بحالي له ما بتزبط هالقصة ليش ما بتزبط فلان مروان فلان فلان شو الحكي هذا هاي من الطرائف اليوم معلومك حتى قضية اللغة اليوم في الانترنت تفتح دغري على المعجم تلاقي الكلمة اللي بدك إياها مما أيضا سبحان الله أستاذنا الدكتور مازي المبارك الله يبارك لنا بحياته والده كان الشيخ عبد القادر المبارك من مؤسسي مجمع اللغة العربية الأوائل صحيح في سنة 1919 و وكان يسمى القاموس السيار القاموس السيار لانه كان يحفظ القاموس المحيط يا الله فيروى ان رجلا قال لاحد اصدقائه هذا الشيخ عبد القادر المبارك يحفظ القاموس قال له مستحيل قال له طيب جرب فساله عن كلمه غريبه قال فسكت قليلا مثل عم تقول مثل الكمبيوتر عم يشتغل الان وحرك البحث فاجابه قال له معناها كذا 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 وشاهدها كذا كذا بعد يومين سالوا عن كلمه كمان صفان رد قال له معناها كذا غريب من غريب غريب اللغه قال له كذا ومعناها كذا وشاهدها كذا كذا رجع القاموس المحيط لقى كما يقول تمام قال فاخترع له كلمه طبق كلمه هيك اختراع قال له شو معنات الكلمه الفلانيه قال فصفان صفان صفان, صفان. قال له هي مو موجودة بكل اللغة قال له هي ما موجودة بكل اللغة قال له عجيب قال له والله مظبوط هي كلمة أنا طبقتها تطبيق كل اللغة ما موجودة هذه الكلمة فإذا هؤلاء كانوا بقدرتهم على النقد بقدرتهم على معرفة الرجال أعجوبة من الأعاجيب هذا جزء جزء وفي <applause> تاريخنا يعني آه عشرات الحكايات والقصص عن عن مثل هذا الامام الشافعي رحمه الله كان يعني يمتلك يعني حاسوبا شديد الدقه في دماغه من الاذكياء عصره عندما سئل عن م. دليل على الاجماع آه ولم يكن هناك قبله من يعطي دليلا قرانيا على قضيه الاجماع آه اجابهم بعد لحظات فقالوا له ماذا فعلت بتلك اللحظات قال استعرضت القران كاملا الله الله والامام الشافعي لا شك انه كان محدثا وكان محققا في الحديث والامام الشافعي له مدرسه في الحديث عجيبه جدا من حيث ثبوت الحديث ومن حيث استنباط من الحديث يعني سهلة انا عم اقول هلا كل شيء اشتغلناه بالرجال لسه ما بلشنا بالشغل، هذا اشتغلنا بالرجال فقط حتى نقول هذا الحديث صح من حيث الاسناد وبقيت في الحلق يعني لكن 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 عفوا استاذنا هل صحه من حيث الاسناد يعني انتهينا هو صحيح أه لا 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 انا عم أقول لك صحه من حيث الاسناد يعني الدراسه الاوليه تبع الاسناد عم تقول لك انه هذا صحيح من حيث الاسناد بس لسه ما خلصنا سمعنا انه صحيح لسه بدنا نشوفه يا ترى في عله اخرى غير الاسناد في شذوذ في شيء معارضه له من احاديث اقوى منه في معارضه للقران الكريم في 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 عله تاريخيه بجوز في مشكله تاريخيه موجودة يعني هذا الكتاب على حجمه الصغير على بساطة ما فيه من موضوعات بذلت جهود كبيرة جدا في مكتب البحث العلمي في مكتب البحث العلمي في دار الحديث الشريف في مجمع الشيخ أحمد كفتارو طبعا لأنه كما نقول نحن مجمع الشيخ أحمد كفتارو إذا هو مجموعة مؤسسات في مجمع الشيخ أحمد كفتارو توجد ثانويات شرعية توجد كليات وأقسام يوجد مكتب القرآن الكريم يوجد مكتب أو جدار الحديث الشريف يوجد مركز إشراق الإعلامي هو يجمع فهذا جهد البحث العلمي في دار الحديث والسيرة النبوية في مجمع الشيخ أحمد كفتارو بالتعاون مع الفريق الديني الشبابي جهود كبيرة من أجل إخراج بحث في هذا الشكل وهذا جهدنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أما الحقيقة نحن نحتاج إلى مراكز أبحاث حقيقية يوجد ويتفرغ لها الباحث الباحث يا اخي هذا الباحث يجب ان يكرم وان يعطى حقه بميزان الذهب لان هذا الباحث يحافظ على وجود امه التاريخ اليوم يزور وهناك منظمات صهيونيه لا عمل لها الا ان تزور التاريخ كل ما في التاريخ من اجل ان تفقد الامه هويتها وانت تعلم لما كانت هذه الاحداث الشريره التي اجتاحت العالم العربي والاسلامي باسم الربيع العربي المزعوم كان من اول ما استهدف المتاحف متحف الموصل صح متحف تدمر من اول من استهدف في القتل هذا الاستاذ الفاضل الذي قتل الدكتور خالد الذي كان من القلائل الذين يتقنون اللغه التدموريه القديمه من هذا شو هذا؟ هذا اهم من بير نفط اهم من بير نفط هذا كله الهدف يستهدف. الهدف سلخنا عن التاريخ حتى ياتي يوم ونقول بان يعني كما يقول اليوم ادعياء العروبه وادعياء الانسانيه وادعياء البشريه وللاسف انهم يتكلمون اللسان العربي ويلبسون اللباس العربي ويقولون والله اسرائيل لها ما لنا وعليها ما علينا ولها الحق في هذه المنطقه كما ان لنا الحق في هذه المنطقه وعندما يسأل لماذا استقبلتم فلاناً يقول الدولة موجودة في المنطقة أنا. مع الأسف الشديد. دكتور دعنا بعد إذنك نكمل هذا الحديث الماتع مع جنابكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وقد تجاوزنا وقتنا إن شاء الله يعني ببعض الدقائق. شكراً جزيلاً لكم. شكراً لك. حفظكم شكراً لك. الله. الله, الله. لك. أيها الأحبة المشاهدون الأكارم نلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة لنستكمل الحديث حول كتاب إلى المتماري في صحيح البخاري ردود على أباطيل وشبهات حول صحيح الإمام البخاري رحمه الله كل المحبة ونلقاكم على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته